تعليقات أستاذي قاعدة تركز على فكرة محورية وهي موضوعنا يعني اليوم. إن قاعدة تقول لا يمكن فصل الدين عن السياسة. أن أنا إنسان مسلم تيي تقول لي أنا أريد أن أفصل الدين عن السياسة فأنت تخليت عن هذه الأيديولوجية. يعني ماذا ترد عليها؟ كما قلت أنا لا أعتقد أنه فعلا يمكن فصل الدين عن السياسة، لكن يمكن فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية. والدين هو قيم، الدين هو نفصلها عن السياسة. يعني فعلا القيم الدينية تؤثر في السياسة وفي المجتمع وفي قرارات الدولة والمجتمع وغيرها، فليس هناك فصل في مستوى الأفكار ومستوى القيم، ولكن هناك فصل، ويجب أن يكون هناك فصل في مستوى المؤسسات. يعني هناك مؤسسات دينية تشتغل مستقلة عن مؤسسات الأحزاب أو الدولة، وهذا لصالح الدولة ولصالح الدين كذلك. الدين ينتشر أكثر ويكون له مفعول أكثر عندما يكون هناك مسافة بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية.